لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين. حياكم الله مشاهدين الكرام وفي برنامجكم هداية السائل، وكما تعودتم أن برنامج هداية السائل يبث على شاشة قناة الإمام الحسين يوميا في الساعة 10:10 مع ضيفي أدام سماحة العلامة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة. إذن مشاهدين الأحبة، نرحب بضيفي الكريم. السلام عليكم سماحة السيد، وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يحفظكم. مشاهدين الكرام، للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال أو إرسال رسالكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكل ما يطرح على طاولة البرنامج من مسائل فقهية هي مطابقة لفتاوى آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي أدام الله ظله. طبعا مشاهدين الأحبة، برنامج هداية السائل كما تعودتم نطرح في هذا البرنامج الأسئلة الفقهية والعقائدية والدينية، وبالخصوص في هذا الشهر المبارك نطرح الأسئلة الرمضانية، وإن شاء الله يجيب عليها سماحة السيد ظافر الفياض. سماحة السيد ظافر الفياض، في الحلقة الماضية تحدثنا عن المفطرات، مفطرات الصيام، وجنابكم عددتوها، وآخر ما تبقى هو تعمد القي. إذا أمكن عيدنا مفطرات الصيام بشكل موجز أو بشكل أسرع حتى نتمكن من طرح باقي الأسئلة. تفضل. بلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. في الحلقة السابقة ذكرنا مجموعة من مبطلات الصوم، وهي قرابة 10 من المبطلات. أول هذه المبطلات هو الأكل والشرب، وقلنا أنه لا فرق بين أن يكون أكلا وشربا معتادا أو غير معتاد. الثاني أو الثالث من المبطلات إذا أتى بها الصائم طبعا عمدا. طبعا في كل هذه الأمور 10 المبطلات يبطل الصوم لو أتى بها بصورة عمدية عن قصد واختيار منه، يبطل هذا الصوم، ثم بعد ذلك عليه أن يقضي. طبعا وبعضها إذا أتى بها عمدا وعن اختيار يلزم من ذلك ليس فقط القضاء وإنما القضاء والكفار. أحسنتم. فإذا أردنا أن نكمل وبشكل سريع، قلنا الأكل والشرب، ثم الجماع، ثم الاستمناء يعني استدعاء المني باليد، الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام وفاطمة الزهراء عليها السلام، ثم بعد ذلك إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، ورمس تمام الرأس في الماء، والحقن بالسوائل، وتعمد القيء كما ذكرتم. نعم. وهو آخر هذه المبطلات. تعمد القيء يعني استدعاء ما في جوف الإنسان إلى الخارج. بعض الأحيان الشخص لا عن علة ولا عن مرض ولا أكو شيء يستدعيه إلى أن يفرغ ما في جوفه من المأكولات أو من الأكل، فيدخل إصبعه مثلا في فمه حتى كما نقول نحن في العامية يتهوع، يعني يتعمد إخراج القيء من جوفه. هذا تعمد إخراج القيء
مبطل للصوم إذا فعله المكلف عمدا واختيارا يبطل الصوم حينئذ، أما إذا تقيأ لا عن اختيار سبقه القيء مثلا لأنه أكل مثلا أكلة مضرة أو أنه صار عند أجلكم الله مثلا لعبان نفس أو عن مرض معين أو قام تلعب نفسه من دون علة مثلا وتقيأ فأفرغ ما في جوفه لكن لا عن اختيار وليس تعمد، هذا لا شيء عليه، لا يبطل صومه، لا يبطل. فقط هذا بس يستطيع أنه يغسل فمه أو جوف الفم دون أن يصل ما يغسل به مثلا فمه بالماء دون أن يصل إلى الحلق. نعم. ففقط يغسل ما صار في فمه من سوائل ويبقى على صيامه، هذا إذا لم يتعمد أن يتقيأ. أحسنتم. جناب السيد، يعني بخصوص هذه الموارد العشرة اللي ذكرتوها هي المفطرات، هل هذه الموارد كلها تنطبق عليها الحكم يعني اختيار كفارة واحدة، أم هناك بعض الموارد يكون بها لا الكفارة تكون كفارتين، هم مطعم 60 مسكين وهم كذلك صيام شهرين متتاليين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مورد أن يكون الكفارات اثنينات على المكلف هذا فيما لو أفطر على محرم، يعني على حرام أو على شيء هو محرم مثلا، كمن مثلا جامع بالحرام مثلا أو في نهار شهر رمضان وعلى الحرام مثلا، أو مثلا شرب خمرا في نهار شهر رمضان وشرب خمرا، في هذه الحالة إفطاره إذا كان عن على محرم، طبعا أنا أقول إفطاره هو مو إفطار بالحقيقة، يعني إحنا استخدامنا لهذه اللفظة مع التجوز، وإنما إفساد الصوم، واحد تناول مفطرا وأفسد صومه في نهار شهر رمضان على محرمين، فحينئذ هذا يكون عليه كفارة الجمع، يعني نعم. أن يكون الكفارات أو الخصلات الثلاثة كلهن في ذمته. أحسنت. نأخذ هذا الاتصال. تفضلوا. الأخت سهام من محافظة واسط، حياكم الله أخت سهام. السلام عليكم أخت سهام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا. يا أخي الكريم، يعني عندي سؤال. نعم، تفضلوا جناب سيد وياكم. يعني بنت شقد يعني عمرها يستحق لها الصلاة والصمان عند بنيتي، يعني عمرها 9 سنين، يعني يوم صلي ويوم صوم، يعني مرات نقلها الصومين، يعني هل يجوز لها؟ والسؤال الثاني، نعم. يعني عندي والدي، نعم عندي والد يعني حيل كبير بالسن، يعني عمره 70، يعني يصلي من جلوس، يقدر هو يقوم وهاي بس يصلي من جلوس. واضح. بلا زحمة. بلا زحمة. يعني هل أكو يجدنا فيران وهاي يعني بالبيت مرات نبدلهم السن وإحنا صايمين وهاي يعني يموت مال حلال حرام علينا. نعم واضح. مشكور. الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا لاتصالكم. نعم سماحة السيد. الأخت سهام من واسط ذكرت موضوع جدا مهم، وهو أنه بنتها عمرها حاليا 9 سنوات، ويوم تصوم ويوم ما تصوم، ويوم بعض الأحيان هم يقولوا لها وفطري إذا أنت تعبانة، فشيء من هذا القبيل. فهل هو هذا جائز، ومتى يتم التكليف الحقيقي للبنت؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. التكليف أو سن التكليف بالنسبة للبنت إذا وصلت إلى سن 9، يعني 9 سنين هلالية، المقصود بالهلالية يعني 9 سنين هجرية. فإذا وصلت البنت إلى هذه السن 9 سنين صارت مكلفة، هو هذا سن التكليف، فعليها
راح تكون على ذلك، راح تكون هذه البنت يجب عليها الصلاة، يجب عليها الصيام، كما يجب عليها باقي العبادات، وجوب عيني بالنسبة للبنت إذا وصلت إلى هذا السن، حتى الحجاب طبعا والحجاب كذلك. فما يجوز واحد مثلا يقول للبنت تبرعا، يتبرع من نفسه يقول لها لا تصومين هذا اليوم مثلا، أو لا تصلين أنت تعبانة مثلا. هذا صحيح واحد يخاف مثلا على بنته، يخاف على أولاده، يعني العاطفة مرات هنا تتحرك، لكنه المفروض على الأب وعلى الأم وعلى باقي الأسرة أن يدربون ويحثون البنت اللي توصل إلى هذه السن على التمسك بدينها والتمسك بعباداتها، ويقولوا لها أنه الآن صارت عباداتك واجبة عليك بعد، ما هذا التمرين خلص التمرين بعد، والآن يجب عليك أن تأدين الصلاة والصيام وباقي العبادات كل فرض بفرضك، إذا كانت عبادات وقتية لازم بالوقت. بلي بعض الآباء يشوفون أنه البنت بهذا العمر 9 سنوات بعدها طفلة، ويقول لك الطفلة بعدها كل شيء ما شايفة من دنياها، فوينها وين العبادات؟ إذا الله سبحانه وتعالى هو العالم اللي الله سبحانه وتعالى خلق البشر، ويعرف هو لما يحدد سن التكليف بـ9 أخوه أفهم من عدي طبعا ومن عدهم، تمام لنا واضح. فإحنا قد يكون عندنا آراء مثلا نقول هاي بعدها صغيرة، هذه بعدها مثلا كذا، بس هو الله سبحانه وتعالى هو العالم، وهو الذي وضع التكاليف وهو أحسن. يعلم أحسن. كذلك والد سهام عمره الله يعطيه صحة والعافية 70 سنة، ولكن يصلي من جلوس، مع العلم هو يقدر يقوم ويقعد في حياة الطبيعية. بلي بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان يستطيع القيام والقعود والمشي والانحناء، إذا كلهن ذدي يقدر لهن، ما يجوز لأنه يصلي من جلوس، وإنما يجب عليه أن يصلي صلاة الاعتيادية. يعني صلاة باطلة مثلا ما يجوز له؟ واحد بطلان الصلاة لا لا، الصلاة تبطل بأشياء أخرى، لكن هو كصلاة من جلوس لا يجوز له إذا كان يستطيع الحركة والقيام والقعود والانحناء والسجود وغيره، لا يجوز له أن يصلي من جلوس، وإنما يصلي من قيام. أحسن. كذلك السؤال الآخر، قتل الجرذان أو إحنا نسميه بالعامية سم الفار، هل هو جائز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كانت هذه الفيران أو الجرذان تسبب أذى للناس اللي ساكنين بهذا البيت، إذا وصل إلى هذا الدرجة يعني أن يسبب الأذى، نعم يجوز حينئذ قتلها. أحسنت. كذلك عندنا سؤال آخر من أحد الأخوات تشير على أنه هي طالبة في الكلية وتبعد الكلية عن محافظتها 65 كيلو. طبعا مثل ما تعرفون الطلاب يداومون سنة كاملة في مثل ذهاب وإياب، كأنما وظيفة تصير عندهم. فهنا الأخت تشير تقول ولكن الامتحانات عندي بين يوم ويوم، هل من الممكن أنه يجوز الإفطار أم لا؟ تفضل وجاوب. بلي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا هاي المسألة جاوبنا عليها بأكثر من مرة في مسألة الطلبة وذهابهم وإيابهم. الآن هذه المسألة، مسألة هذه المتصلة، أنه تذهب إلى الكلية بهذا البعد 65 كيلو، مع العلم أنه المسافة التي ينبغي عليها أن تقطعها حتى تعد مسافرة هي 44 كيلو، إذن 65 أكثر، فهي إذن بحكم المسافرة. هذه واحد. اثنين، ذهابها وإيابها كل يوم أو بين يوم ويوم راح يصير هذه سفرها أكثر من حضرها، فإذن هي كثيرة السفر. هذه اثنين. إضافة إلى مسألة أنه يجوز الإفطار أو لا يجوز، طبعا حكم مسألة ذهابها وإيابها أثناء الدراسة أنه فقط بالطريق تقصر، أما في الجامعة أو في عند أهلها ففي هذه الحالة عليها أن تتوم. واضح المسألة؟ واضح. زين، بقى مسألة أنه الامتحان بين يوم ويوم، وهي تريد مثلا هل يجوز الإفطار، هو هذا السؤال. نعم. مو تمام؟ بلي. هل يجوز الإفطار؟ نعم. عليها كل يوم أن تنوي صيام ذلك اليوم وتطلع للجامعة، تروح للامتحانات.
إذا شق عليها الصوم وأتعبها إلى درجة تشرب ماء وتفطر، وبعد ذلك بعد رمضان تقضي هذا اليوم الذي أفطرته. واضح المسألة؟ هذا أو طريقة أو يعني طريقة للتخلص من مسألة الامتحانات أو من مسألة الصيام في الامتحانات، وذكرنا أكثر من مرة. أما أنه هاي المسافة تروح منها هلها إلى الجامعة حتى تمتحين، فهي قطعة مسافة وما عليها صيام في ذلك اليوم لأنها مسافرة. إذا فقط بالامتحانات مو دوامها الاعتيادي، فقط أيام الامتحانات. في هذه تصير في بعض الأحيان، في بعض الأحيان طلاب البكالوريا في السادس العلمي تكون مدارس مراكز الامتحانات تكون شوية بعيدة أكثر من 22 كيلو، ما رد نقول بعد أكثر لأن خارج محافظة يعتبر بلي. بس مرات تكون مراكزهم بعيدة 22 كيلو ربما بلي. أكو فرق ما بين أن يكون واحد مدرسته يم بيته وأكو واحد مثلا جامعته مثل المتصلة الأخت المتصلة اللي هي جامعتها 65 كيلو، فهاي إذا راحت الجامعتها في ذلك اليوم هو هذا سفر بعد فتفطر به. أحسنت. كذلك عندنا سؤال آخر، السلام عليكم، هل يجوز وضع الدهن على الرأس في أيام شهر رمضان؟ بل جائز ذلك، أن يضع الدهن على رأسه يعني من هاي الكريمات لأجل تقوية الشعر أو غيره من هالقبيل. مو نعم في جائز، بس كون ما يصل إلى حلق الإنسان. يعني هذا الدهن ما يوصل إلى حلقه ويفوت ويوصل إلى الحلق ومن ثم الجوف. عليه أن يراعي هذه المسألة، إذا فقط على رأسه كافي يعني هذا الدهن على رأس الإنسان. أما أنه يصل إلى فتحات الجوف عليه أن لا يجعل هذا الدهن يصل إلى الحلق من حتى لا يدخل الجوف. أحسنتم. كذلك عندنا سؤال آخر، ما حكم الصلاة وما هو إطار الصلاة في الملابس الشرعية بخصوص المرأة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الملابس الشرعية بالنسبة للمرأة هو أن تستر تمام بدن المرأة، مو الرجل يستر العورتين فقط، أما المرأة فعليها أن تستر تمام بدنها يعني من رأسها إلى أخمص قدميها ما عدا قرص الوجه والكفين والقدمين بس، فقط ذني اللي يجوزلها أن يكون شنو مكشوف. أما إذا أكو واحد أجنبي ممكن يفوت أو ممكن يتعدى ويباوع لها، فالأفضل إلها أن شنو تستر إيديها ورجليها ويعني تمام البدن يكون الستر. أما أن يكون الملابس شون ما تكون خلي تكون، المهم تكون ساترة وغير مزينة يعني، يعني لا تكون هاي زينة. أهم شيء احنا نقول عليه الشادر، إذا لابس الشادر فكان بها. إذا كان مثلا ما تريد تلبس مثلا ملابس اللي يعني تريد تكون فضفاضة، هذه الملابس اللي داخلية اللي ممكن جدا ممكن ممكن هذا الشادر اللي سوّن النسوان حتى يصلن به بلي. يعني يشترط فيه أن يكون ساترا فضفاضا حتى وإن لم يكن فضفاضا، المهم ساتر، وأن لا يحاكي ما تحته هاي اثنين، وأن لا يكون فيه زينة وصور هاي ثلاثة. أحسن. نأخذ هذا الاتصال. عدنا الأخت أم محمد من كربلاء، حياكم الله يا أم محمد، تفضلوا. الله يحييك، رحم الله والديك. الله يسلمكم. بلد رحمة، عندي ابني عسكري على الداخلية، فمن بداية رمضان نسب رحم الله والديك نسب الكركوك. فأول يوم صيام يعني كان صايم خطية ويعني معناها ما محسوب. بعدين هي الفترة 10 أيام رجعوا نزلوهم 5 أيام، زين هاي شلون مثلا الصيام مالته يعني ما مقبول ما محسوب؟ سبحان الله ما اعرف يعني بدون نية. يعني ام محمد ابنكم الله يحفظه انجز المدة 10 أيام، لو ما انجزه هناك 10 أيام
هو على اساس 10 ايام رجعوا نزلوهم 5 ايام، هاي كلها من ضمن رمضان، رجع حتى مره ثانيه 8 ايام راح ينزل وهو صايم يعني، بس ما نول 10 ايام. واضح واضح، شكرا يعني للاتصال. يعني شلون راح يكون الصيام إله يعني ما محسوب يعوضهم؟ ان شاء الله نسال جناب السيد وان شاء الله سماحه السيد يجيب على سؤالكم. شكرا للاتصال. رحم الله والديك. رحم الله والديك، مشكورين. الله يحفظكم ان شاء الله. خير. الله يسلمكم. سماحه السيد مثل ما سمعتوا عندنا الاخت ام محمد اشارت على انه ابنها الله يحفظه ويحفظ الابطال اللي كانوا في الجيش والشرطه وفي الحشد الشعبي، انه صار عنده واجب في كركوك لمده 10 ايام ولكن انقطع هذا الواجب واتى الى كربلاء بعد 5 ايام. بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. العسكري او الذي يعمل يعني في هذه الدوائر الحكومية التي بها تنقل وبها ذهاب مثلا سفرات بعيدة، وهذا بعد عمله، هذا هو محل عمله، تمام؟ ففقط عند نزوله إلى أهله في الطريق يقصر بصلاته ويراعي مسألة الصوم، خروجه ما بعد الأذان غيرها كذا يراعي هذا إذا كان صائما، بس يصوم عند أهله ويصوم هناك أيضا في محل عمله. أحسنت، بارك الله بك. كذلك عندنا سؤال آخر من إحدى السيدات أو هنا السائلة تسأل جنابكم تقول هل من الممكن الخطيب يقبل خطيبته أم لا؟ خطيب؟ نعم، يعني المقصود بالخطيب يعني يكون يعني واحد مثلا يخطب خاطبها. بنت عاقد لو بدون عقد يعني ما موضحين، لأنه إذا قلنا خطبة نعم. هذه يتبادر الذهن إلى فقط واحد متكلم على بنية يعني بس. نعم، بس عاقدين مع عاقدين هذا عند العرف يعني ما تتصور أو ما حد يتصورها. بلي. فلما تجي تقول خطيب وخطيبته يعني فقط بس كلام بيناتهم بدون عقد، قد يكون هذا ممكن. أي هذا يعني الفهم العرفي لهذه المسألة هو هذا إطارها. فلا يجوز إذا ما عاقدين لا يجوز له التقبيل. نعم، نظرة شرعية يريد يشوف المرأة اللي راح يعقد عليها مثلا هذا جائز له، لكن أنه يقبلها لا مجاز، لأن بعد ما مو زوجته. أما إذا عقد عليها نعم صارت زوجته، بس ربما بالعرف يعني يقولون هذا فلان لفلانة وفلانة لفلان عرفة مشهور إيه بل بدون عقد. هم الآن سألوا الشرع والشرع هو هذا جواب، أما إذا رادوا المسألة عند العرف فيشوفون العرف بعد ذلك شنو إيش يحكم بها المسألة. إحنا فقط نعرف سيد. الشرع سماحة السيد هو حتى العرف مرات يستنبط أحكامه يأخذها من الشرع. أحسنتم، فإذا قال الشرع أنه هذا الإنسان إذا عقد عليها بعد يجوز له ما يجوز للمرأة مع واضح. زوجه واضح. أما إذا بعد ما عاقد عليها فقط ما يجوز له أي شيء، فقط النظرة الشرعية اللي يشوف بها البنية اللي راح يعقدوها عليها، بس أن ينظر لها تناسبه لو تناسبه فقط، هذا الشيء الذي جائز له، أما غير هذا مو جائز. غير جائز. غير جائز. زين، هل من الممكن أنه يعقد عليها وما شايفها مثل ما كانت تصير سابقا في الأزمان القديمة؟ نعم، أو ما زال حتى الآن في بعض لحد الآن إيه أكو نعم في بعض الأماكن أكو يتزوجون هو بعد ما شايف المرأة. نعم يصير، لكنه راح تستتبع مسائل أخرى، مسألة أنه يجوز له الفسخ أو لا يجوز له الفسخ، لأنه في من شروط العقود مو فقط عقد النكاح، من شروط العقود أن ينظر العاقد إلى ما عقد عليه، يعني لازم يكون يباوع، لازم ينظر، لأنه راح يدفع مهر، راح يخسر خسائر، راح كذا، راح يقدم على أمر عظيم، فلازم يكون يشوف المرأة هذه اللي راح يعقد عليها. فرضا صار مثلا اكو عيب، اكتشف عيب فيها، او مثلا عنده فد خصلة معينة يريدها بالمرأة وما لقاها، او وصفوا له امرأة لكن زوجوه باخرى، هذا اذا هذه كل الامور
هذه ترفع بالنظر إلى المرأة قبل العقد أو ما يسمى بالنظرة الشرعية. أحسنت. كذلك عندنا سؤال آخر، إحدى السيدات تشير على أن والدتها بالسنوات الأخيرة تعلمت الصيام والصلاة، بل فشلون تقضي ذن ما فات وما في ذمتها من قضاء ومن صيام وصلاة؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يجب عليها القضاء عما فاتها من صلاة ومن صيام، وإذا كان هذه الأيام أو السنين تعرفها كعدد زين تقضيهن، أما إذا ما تعرفها أو ما تعرف إيش قد هي تاركة بالأساس، نعم. قد يكون مثلا مصلية فد زمان وتاركة زمان آخر، أو حسب ما تفضلت قلت هي بالسنوات الأخيرة عرفت الصلاة والصوم، فإذا ما عرفت كم سنة عليها تحصر المدة من وقت سن التكليف اللي هو 9 إلى السنة اللي قامت تصلي والصوم، وشوف الذن إيش قد، فتقضيهن كصلاة وتقضيهن أيضا كصيام شوية شوية لما ينتهي. زين، في بادئ الأمر أكو موضوع جدا مهم في قضية احتساب أو حسب بقضية سن التكليف، يعني المرأة إذا أرادت تحسب سن التكليف بل. وإذا هي كبيرة بالعمر فما ما تتذكر وما تعرف يا سنة، ومثل بيبياتنا من تقولها تشغل عمرك تظل يمنه ويسر. بل صحيح. زين يعني أكو بعض الناس يحسبون أعمارهم على الحوادث. أي. يعني يقول مثلا واحد يقول أنا بالمطرة كبيرة جيت، واحد يقول أنا لما كتلوا الملك، أو واحد يقول مثلا لما كذا، يعني من هالقبيل يحسبون هذا الحال أعمارهم على الحوادث. هذه إذا أمكن حصر المدة اللي ترك بها الصلاة اللي ترك بها الصيام، يعني يأتي بالقدر المتيقن. إذا هو شنو ما يعرف المدة على نحو العلم واليقين فيحصر المدة على سبيل القدر المتيقن، يشوف إيش قد، يعني يقول مثلا أنا شاك ما بين 20 سنة إلى 30 سنة، إذن القدر المتيقن شنو؟ أنه يجمع ذني 30 سنة كلهن يقضيهن، بالنسبة للصلاة يقضي، بالنسبة للصيام كذلك، لكن مع الصيام أكو شنو فدية تأخير، لأنه هاي السنوات كلها أفطر شهرا ولم يصمه، أفطر شهرا ولم يصمه ولم يصمه إلى أن وصل إلى هذا العمر، فعليه على كل سنة يدفع فدية تأخير اللي هي 3/4 كيلو عن كل يوم، فمجموع الشهر جقد 22.5 كيلو. أحسن. من الحبوب اللي مثل الحنطة، الشعير، التمر، غيرها. أحسن، بارك الله بك. سماحة السيد، هل من الممكن أنه شخص يريد يحسب عمره ياخذ معه اقرانه؟ ممكن جدا، يعني لو فرضنا تكون اسهل شخص هو قرين الى مثلا بنفس العمر، ذاك حافظ لعمره ويعرف مواليده ويعرف يعني عمره على شكل بشكل مضبوط، هذا ما يعرف بلي. فممكن ان يقارن عمره بعمر زميله او بعمر قرينه، ويعني بكل بساطه وما يضر. احسنتم. زين سماحة السيد، احنا تكلمنا عن مفطرات الصيام ولكن لم نتحدث عن مكروهات الصيام، هل للصيام هناك مكروهات؟ بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هناك جملة من مكروهات أن يأتي بها الصائم، احنا بهذه العجالة نحاول أنه نعددهن على شكل نقاط، بس ثم بعد ذلك إذا صار عجل وقت نأتي. نعم، أحسنتم، نأتي بها بالتفصيل. نعم، من هذه المكروهات يكره للصائم أن يأتي بعدة أمور مكروه عليه: تقطير الدواء في العين، يعني هذه القطرة التي توضع في العين، الاكتحال، أن يضع كحلة مثلا على عينه، لربما هذه القطرة وهذه الكحول قد يعني يأخذ مسار إلى جوف الإنسان، اتيان كل ما يوجب الضعف مثلا كالحجامة مثلا أو التفصيد أن يخرج منه الدم الفاسد، أو الاستحمام مثلا بالماء الحار وكذا، هذه اللي تخليه ضعيف عن أن يأتي بالصيام، هذه أيضا من المكروهات. واستعمال الصعود، الصعود هذه فد مادة معينة أو طريقة معينة يأخذون فد مواد عشبية يضعوها في الأنف لأجل التداوي بالعطس. أحسنت. وهكذا
الاستشمام النباتات المعطرة. سيدنا سيدنا إذا سمحت لي بلي. إن شاء الله نكمل هذا الحديث وهذه المكروهات إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا سمع. لكم سماحة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كرم المقدسة، بارك الله بكم. مشاهدينا الكرام شكرا لكم أيضا، إلى هنا وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة. إذا ذلك حين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد، وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.